فاصل ونواصل حلقة الليلة من المايك. الكلام عن حمد عز الدين صعب وسهل، صعوبته انك مش هتقدري تغطي كل الجوانب السرية اللي في شخصية واحد زي حمد عز الدين، لكن سهولته ايضا جاي من نفس النقطة انه شخص مش تقليدي. يعني حمد عز الدين كصحفي وكإعلامي وك تصنفيه صحفي تصنفيه إعلامي، ممكن تصنفيه رائد من رواد الصناعة، صناعة الإعلام والخبر وتسويق الخبر يعني اشتغل كصحفي، اشتغل كإعلامي، اشتغل يعني وكالة إخبارية، وفي كل مكان عمل فيه ساب بصمة قوية جدا، لأنه دايما هو أو بالإضافة إلى ثراء شخصيته هو كمان عنده مثابر ودقيق جدا، ويقدر يدي العمل اللي بيكلف به يقدر يديله كل طاقته وكل وقته وكل فكره. كمان هو أحد حراس اللغة العربية. حمد أنا يعني أعرفه كلنا من تلامذة الراحل العظيم الأستاذ عبد المجيد نعمان، وهو اللي عرفنا على بعض، وكان من خلال مجلة الأهلي كلنا. فحمد واحد من اللي بعتز بيهم جدا جدا، وهو بيقول لي يا أيقونة الأهلي، أنا بقوله يا أيقونة الصحافة. يعني هقول لك حاجة، أنا مثلا خدنا تجربة خلال مجلس المهندس محمود طاهر، وهو هو كان مسؤول عن مستشاره في المنظومة الإعلامية، وأنا كان هناك يعني رغبة أو كان هناك يعني فكرة إن أنا أتولى إدارة المنظومة الإعلامية. مع حامد عز الدين المسألة واضحة جدا، فلما أتكلمت على أفكاري مع المهندس محمود طاهر قال لي طب اقعد مع حامد واللي تتفقوا عليه انا موافق عليه. ما قعدتي مع حامد عز الدين يعني بعد كده ما خدتش 5 دقايق، لان الافكار اللي اتكلم فيها والافكار اللي انا اتكلمت فيها في تماس جامد جدا وفي تلاقي جامد جدا بينا، لان احنا على الاثنين عارفين عايزين ايه من المنظومه الاعلاميه في النادي الاهلي. احنا الاثنين شاربين نفس التوجه، فاهمين الاهلي كويس قوي، إخلاصنا للأهلي شديد، حماسنا وطموحنا لشكل المنظومة الإعلامية والدور اللي تلعبه في النادي الأهلي، فكان في اتفاق تام بين وجهة نظري ووجهة نظره. برتاح في العمل معاه، وارتاح لآرائه كصديق، وأثق فيه تماما كإعلامي. ربنا خليك لينا وربنا خليك للأهلي، ونتعلم منك ودائم العطاء، ودي حاجة مش غريبة عليك. والحقيقة انت يعني الناس لازم تعرف عنك اكتر من كده بكتير، لانك دورك في الصحافة والاعلام دور كبير قوي، الناس لازم تشوفه صح. استاذ حامد عز الدين اخ كبير وصديق، وطبعا استاذ الاساتذة استاذ حامد عز الدين لمن لا يعرف هو من نوعية الصحافيين الذين أصبح لهم مدرسة، أصبح لهم تلاميذ ومريدين. هو صحافي يضيف دائما لكل الأماكن التي عمل بها في كبريات الصحف ووكالات الأنباء والوكالات الإخبارية محليا وقريا وعالميا، حتى في مجلات أوروبية بأكثر من لغة، ناهيك عن ترجمته لكتب عالمية تتعدى يعني رقم ما شاء الله. أستاذ حامد عز الدين الذي أعرفه وشهادتي مش مجروحة فيه أبدا، هو من يدعم دائما فكرة الصحافي الذي يضيء له الحق طريق، وهو من أكثر الباحثين عن الحقيقة. أستاذ حامد عز الدين يعني سطور عديدة في صفحة مهمة من كتاب العمل في بلاط صاحبة الجلالة. دائما ما كان يلتقيني بأيها الصحفي الرجل، ومن أستاذ حامد عز الدين بيكون لها صدى غير عادي.
تستمتع وأنت تجلس مع هذا الرجل المحمل بالعلم واللغة، فصيح اللسان، كثير يعني المواهب، ولكن في نفس الوقت البساطة، تمشي على قدمين. يعني أستاذ حمد عز الدين عشان تتكلم عنه تحتاج لحلقات، مش مجرد تعبير في دقائق معدودات يعني، لكن في كل الأحوال حين يكون هناك كاتب صحافي بحجم الأستاذ حامد عز الدين يجب أن يسعد بني جيله أولا، وأيضا الأجيال التي تتبع هذا الجيل، لأنه بكل حق كان وسيظل نموذج يحتذى، وزي ما قلت لحضراتكم من القلائل الذين يمكن أن تطلق عليه مش بس مصطلح الأستاذية، لكنه أيضا صاحب مدرسة في الصحافة. ويكفي أنه في عائلة الأهلي له عنوان مهم بعيدا عن الفلسفة.